اللؤلؤ ذات الجوائز القيمة. 10 رحلات عمرة مقدمة من شركة مودة للحج والعمرة بالإمارات. سؤال اليوم: ميعادنا اليوم مع صحابي جليل أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم إلى رسول الله بخيبر وأرسله مع معاذ بن جبل إلى اليمن، ووصفه ووصف قومه بأنهم أهل رقة في القلوب وعذوبة في الصوت، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بقراءته للقرآن ويقول: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولاه عمر بن الخطاب البصرة، وقال عنه ابن عفان رضي الله عنه: لم أرى بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علي بن أبي طالب وهذا الصحابي. وقال عنه الحسن رضي الله عنه: ما أتى البصرة راكب خير لأهلها منه، فلم يزل عليها حتى قتل عمر رضي الله عنه. فمن هو أبو موسى الأشعري؟ كعب بن مالك، عبد الله بن عباس. إذا عرفت الإجابة يمكنك الاتصال بالأرقام التالية من داخل مصر: 09000587، ومن أي موبايل على رقم 5944، ومن خارج مصر على رقم 00-88-21-69-0110. تحلق نحو الأمجاد، تترفع عن ترف الدنيا وتتابع